الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ردا للأسئلة المتكررة للمتابعين بخصوص إعادة إدماج أو تقديم الالتماسات لإعادة إدماج أبنائهم في السنة الدراسية 2024-2025، بمعنى التلاميذ الذين طردوهم بهذا المفهوم من المدارس وأولياءهم يريدون إعادتهم أو تقديم التماسات لهؤلاء التلاميذ من أجل إعادتهم إلى مدارسهم، فهذا هو الموعد، حيث أنه بإعلان من وزارة التربية الوطنية لأولياء التلاميذ الراغبين في إعادة إدماج أبنائهم بعنوان السنة الدراسية 2024-2025، فإن الفترة المخصصة لحجز هذه الالتماسات على الأرضية الرقمية تم تحديدها من يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 إلى غاية يوم الثلاثاء الفاتح من أكتوبر أو 1 أكتوبر 2024. وهذا طبعا على فضاء الأولياء، وذلك بملء الاستمارة أو استمارة المعلومات وتأكيدها واستخراج وصل الإيداع الإلكتروني. بالنسبة إلى هناك ملاحظة بالنسبة إلى هذا الموضوع، من طبعا سوف أتكلم قليلا بالدارجة. أنتم بسم الله الرحمن الرحيم أولياء التلاميذ اللي حابين يرجعوا أبنائهم لنا مقاعد الدراسة، تم فصلهم عن الدراسة ويريدون إعادتهم إلى الدراسة، مع التنويه إلى أن السلوك بالنسبة للتلميذ، سلوكه والعمر أو عمر التلميذ طبعا يلعب دور في ذلك، فإن كان عمره كبير فطبعا فمن المرجح أن لا يتم قبوله، وكذا إن كان سلوكه طبعا غير لائق في مسيرته الدراسية السابقة. بالنسبة إلى الأولياء، شوف هنا عندنا عندكم في الالتماسات هذه، بس معناها عن طريق فضاء الأولياء، لازم يكون كل ولي تلميذ في فضاء الأولياء. اللي ما عندوش موقع تاع فضاء الأولياء أو حساب فضاء الأولياء يخدم فضاء الأولياء ويروح يفعل الأولاد، يفعل يدخل الأولاد نتاعو في الفضاء الأولياء، ويروح يفعل عند مديري المؤسسات اللي عنده في ابتدائية متوسطة متوسطة ثانوية، يروح يفعل هذا الحساب من أجل، معناها هذا الحساب طبعا ضروري جدا جدا جدا، وعاد كل شبيه، بمعنى أنه باش يحولوا لك، باش عفوا باش يرجعوا لك وليدك، باش تقدم الالتماس، معناها باش تقدم الالتماس خارج فضاء الأولياء، هذه ما كانش منها، ما عادش كاين منها، معناها لازم تقدم الالتماس على مستوى فضاء الأولياء باش يقبلوهولك. بالنسبة للناس اللي حابة تقدم طلبات على خارج الفضاء الأولياء، راهم من المرجح بشكل كبير أنهم يرفضوهم، لأنه وزارة التربية حابة تدير كل شيء، أو 90% أو يفوق ذلك في الرقمنة، بمعنى الحاجة اللي خارج الرقمنة راهم ما يقبلوهاش. هذا كل ما أردت أن أوصله إلى المتابعين، أرجو أن يستفيد الجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.